السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من وان اور نتوركينج. موضوعنا هاي المرة راح يكون عن ناس فور فري. الناس فور فري عبارة عن يعني ستورج سيستم. طبعا اللي ما بيعرف شو الناس فور فري، خلينا نبدأ بالموضوع من أول. جهازك وين بيخزن المعلومات؟ بخزنها على الهارد ديسك، فهاي لوكال ستورج بسموها داز، دايركتلي اتاتشد ستورج. ففي عندك داس اللي هي دايركتلي اتاتشد ستورج، هاي داخل جهازك. في عندك ناس، هاي عبارة عن network attached storage network. وفي عندك كمان اللي هي SAN. وفي عندك يعني هذول أشهر شيء، الناس والداز اللي هي directly attached storage، الناس اللي هي اللي احنا رايحين نتكلم عنها، بينما السان ستورج اتاشد نتورك. فهي شوية يعني بعيد عن الموضوع اللي بدنا نحكي فيه، لكن انا بدي احكي لك. اتخيل انه جهازك ما فيهوش هارد ديسك والسيرفر فيهوش هارد ديسك، يعني جهازك اذا كان فيهوش هارد ديسك فبسموه ثين كلاينت، يعني بروح على مكان ثاني وبعمل بوت. اذا سمعت عن اشي اسمه بوت ستراب، فالمهم موضوع ثاني، فانا بدي اتكلم عنه. بس اللي هو ستوريج خلص مش راح اتكلم. مش داس، ناس نتورك اتاشد ستوريج، عبارة عن ستوريج موجود عندك على الشبكة، انت بتخزن عليه بطريقة معينة او مسموح لافراد معينين داخل مجموعة. انه يعني لو كان عندك ويندوز شير او سامبا شير، وانت حاب تعمل شيرينج مثلا لميت جيجا، فمش معقول تكون عامل يعني مخلي جهازك الشخصي هو اللي يعمل شيرينج. فالحل انك نتورك اتاشد ستورج. ممكن اذا انت كان انت واهلك بس اللي بيستخدموا الستورج هاي تبعتك، ممكن جهاز واحد يمشي معك. لكن انا بدي اقرب لك الصورة. تخيل لو انت مجموعة من الاشخاص بالشغل، كلكم قاعدين بتشتغلوا على مشروع معين، مشكلة راح يكون عندك. فانت بتحط ناس فور فري وكلياتهم بصيروا يدخلوا على على ال على يعني الستورج تبعتك. طبعا فري اند اوبن سورس سوفت وير. ثاني شيء هي عباره عن فري بي اس دي، مبنيه على فري بي اس دي، سبورت اول بروتوكولز، يعني كل البروتوكولز المستخدمة للستورج تقريبا almost، يعني مثل ال يعني كل البروتوكولز بما فيهم طبعا اللي هو اخر واحد اللي هو زد اف اس، كمان في سبورت له. طبعا ناس ترو ناس اللي هي زي ما تحكي Indian Firewall و Indian Firewall Community. فكوميونيتي راح يكون انت اللي اشي الك يعني مشي حالك. لكن لو نيجي نحكي عن تروناس فاحنا بنحكي عن يعني storage system كامل 24 ساعة support scalable، ما فيش اشي اسمه network down efficiency الى اخره.
مليون شغلة. يعني هم عن طريق تروناس هو الشركة، فول سبورت حكينا عنه طبعا، في اشياء كثير راح نفشق عنها، بس هو عبارة عن كويك بيك، انذر كويك بيك على ناس فور فري. طبعا شوفكم بالفيديو القادم. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.